بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء الطلبة سنة تانية، النهاردة هنبدأ مع بعض جزء الفيزيكال بوليسي. انتوا الكتاب بتاعكم عبارة أو المادة بتاعتكم عبارة عن كوميرشال لو، القانون التجاري، مع الفيزيكال بوليسي. أنا هبدأ شرح الفيزيكال بوليسي، وإن شاء الله الدكتور عاطف هيكمل معاكم الجزء الكوميرشال اللي هو الجزء القانون. الفيزيكال بوليسي، قبل ما نبدأ نتعرف على معناها، عاوزين نعرف الأول يعني إيه كلمة بوليسي. What do you mean by policy؟ بنقصد إيه بكلمة بوليسي؟ كلمة بوليسي عبارة عن it's a group of procedures، عبارة عن خطوات steps، مجموعة من الإجراءات procedures. الستبس او البروسيجرز دي، الجروب اوف بروسيجرز دي عباره عن ايه؟ working together، بتشتغل مع بعض in the same way to reach an aim، عشان هي في تناغم، في تناسق ما بينها، عشان to reach an aim، عشان توصل لهدف او تارجت معين. يبقى البوليسي هي عباره عن جروب اوف بروسيجرز او جروب اوف ستبس او خطوات او اجراءات working together، لازم بيشتغل مع بعض في تناسق. working together to a to aim أو to reach the aim to reach the target. ال economic policies، احنا عندنا ال physical policy دي عبارة عن economic policies. ال economic policies بتبقى عندي some policies working as tools in the government. خلي بالكم بقى عشان نفهم بقى الفرق بين الفيزيكال بوليسي والمونيتري بوليسي. الايكونوميك بوليسي قلنا هي بوليسي بتستخدم ايه؟ working as tools in the government hand to reach its economic aims. وبالتالي اللي بتستخدمها الحكومه اللي هي في الجفرمنت هاند هيك، بنسميها الفيزيكال بوليسي، او بصفة عامة بنستخدمها زي economic economic stability او economic welfare، بنحقق بيها ال economic stability وال economic welfare. يبقى عندي ال policies دي لازما بتشتغل، ال physical policy بتشتغل انها بتبقى في in the government hand، بتبقى في ايد الحكومة، وبالتالي ايه؟ وبالتالي من خلالها بنقدر نوصل للايكونوميك والفير او الايكونوميك ديفلوبمنت او الحاجات اللي هنشوفها بعد كده. في عندي البوليسي بروبلمز، في حاجات في البوليسي بروبلم، يعني في مشاكل في البوليسيز دي، بتبقى ايه المشكله، المشاكل بتواجهني في البوليسيز. أول مشكلة بتواجهني هي الـ inconsistent targets، اللي هو عدم اتساق الأهداف. يعني إيه عدم اتساق الأهداف؟ أو اللي هو الـ inconsistent targets. على سبيل المثال، لو الـ economy، إذا economy بيشتغل عند الـ full employment، يعني لو الـ economy operating at the full employment. It would not be possible، لا يستطيع الايكونومي ده بيشتغل at the full employment level، ماشي؟ يبقى انا لما بشتغل عند الايكونوميك الفول امبلويمنت، في الحاله دي انا عندي في حاله توظف كامل. طيب حصل مشكله، تمام؟ افرض انا عاوز اعمل ازود انتاجي من سلعة معينة، ماشي، عاوز اعمل increase للليفل of some goods or services. لو انا عاوز اعمل increase لsome types of goods or services، I cannot increase these goods without a without decreasing the other goods. ليه؟ لان انا مشغل عند الفول employment. تعرفين احنا شغالين عند الفول employment يعني كل حاجة متوظف، وانا عندي مشكله السكيرستي ان انا لازم اعمل تريد اوف. وبالتالي هيحصل ايه؟ ان انا عشان ازود مجموعه من السلع والخدمات، لابد ان انا هعمل ايه؟ ريدكشن ان اذرز، او ريدكشن ان اذر جودز اور سيرفيس.
نفترض مع بعض ان الجفرمنت جودز اند جفرمنت سيرفيس وير ديزايرد ذيس يير، يعني الحكومه عاوزه تزود من السلع بتاعتها، السلع الحكوميه اللي هنشوفها بعد كده في التفصيل في مرحله من. في الحاله دي انها عاوزه تزود الجفرمنت جودز اند جفرمنت سيرفيس، في نفس الوقت اللي هي عاوز تزود فيه البرايفت كونسامشن اند انفستمنت، تمام، عاوز تزود السلعتين البرايفت كونسامشن والجفرمنت جودز، بس ده عاوزين يتم ازاي؟ but without increasing or import، مش هنزود اي حاجه ولا نستورد اي حاجه، وبالتالي this would be an impossible، مش هنقدر نزود السلع الحكوميه ونزود في نفس الوقت الاستهلاك والاستثمار بدون بقيه العوامل ثابته، ماشي، فلا بد ان انا اعمل نقص. لو انا عاوز اعمل increase in government spending او government goods and services we must نعمل reduction in consumption او ال private investment، تمام. كمان من الامثله المشهوره على ال inconsistent targets الحاجات اللي بتحصل بين ال unemployment او trade off between the rate of unemployment and the rate of inflation، تمام. ازاي؟ we cannot، ماشي، we cannot increase employment، ما نقدرش ازود ال employment او نعمل reduction in the unemployment without ايه؟ without increasing، بدون ان انا ازود ال inflation، تمام. يعني لو if a government uses the tools to stimulate aggregate demand، احنا عاوزين نزود الاجريجيت ديماند to reduce employment unemployment عشان ازود الطلب الكلي عشان نعمل reduce في ال unemployment rate، ده مش هيتم without الطلب زاد، طلب عشان اقلل البطاله هتزود الطلب، طب الطلب بيزيد يعمل ايه؟ without increasing the inflation. يبدأ ال inconsistent targets، عندي مشكلة لو الجفرمنت عاوزة restrictive monetary policy، لو عاوزة تقلل نعمل تقلل سعر الفايدة and physical policy وتقلل الإنفاق الحكومي، عشان تعمل إيه الكلام ده؟ عشان تعمل تعالج الإنفليشن، ماشي، تعمل restrictive monetary policy and physical policy to hold back، وبالتالي الطلب هيقل، تمام. الطلب هيقل يعني ايه؟ هعالج الانفليشن. لما الطلب يقل معنى كده ان الفيرمز هتلاقي نفسها مش بروفيتابل، مش هتكسب كتير، بعض الشركات هتبدا تطرد الناس، تمام، فيحصل مشكله الان امبلويمنت. يبقى عندي الانكونسيستنت تارجتس، ان الاهداف بتاعتي ما بتبقاش متسقه، مش سياسه واحده تعمل لي كل الاهداف، لا، ده سياسه هتعالج الان امبلويمنت، تمام، ان انا ازود الاجريجيت ديماند وبالتالي هعالج الان امبلويمنت، اعمل ريديوس في الان امبلويمنت، ريدكشن ان امبلويمنت، اند لو الانفليشن زياده، لو الانفليشن هو اللي عالي فهعمل ايه؟ هعمل ريديوس للاجريجيت ديماند باستخدام الريستريكتيف، المقيده ريستريكتيف ثيري، وبالتالي الاجريجيت ديماند يحصل له فول. الاجريجيت ديماند فول معناه الان امبلويمنت انكريز، هتزيد البطاله، ويبقى كده، واللي هيحصل ايه؟ ان الطلب هو الايه؟ الانفليشن هو اللي هيزيد. هتزيد البطاله عشان اعالج التضخم، والتضخم هو ايه؟ اللي يقل. تمام؟ يبقى الاهداف في تعارض او عدم اتساق بين التارجتس. كمان عندي البروبلمز in forecasting economic shocks. من الحاجات اللي برضه المهمه ان في مشاكل، احنا الحكومه او الفيزيكال بوليسي ما بتعندهاش تنبؤ جيد، ما بتعرفش تتنبأ بالصدمات، شوكس يعني صدمه. في الواقع العملي it is never quite as simple to hit quantitative target level of economic variation او economic variables. ماشي، يعني ان في الواقع العملي بيحصل ايه؟ بيحصل ان انا ببقاش قادر تماما احدد مقدار، يعني مثلا انا عاوز اعمل decrease في التاكس ريت،
الديكريس في التاكس ريت ده انا ما اعرفش، مش عارف اتنبأ بالانخفاض في التاكس ريت ده هيسبب قد ايه في النشاط الاقتصادي بكميه قد ايه كوانتيتيف، ماشي؟ يبقى مش هقدر اوصل للكوانتيتيف تارجت ليفل اوف ايكونوميك فاريبل، تمام؟ مشكله انا مش عارف اعمل، فممكن يعمل لي صدمه او يعمل لي ازمه. بالاضافه ان انا The government must forecast، لازم أن تتنبأ in advance بشكل مسبق عشان تعمل formulating its own policies، ولازم أن تعمل حاجة زي الـ stimulation، تعمل محاكاة للـ own policies بتاعتها. Expected impact والتوقعات اللي ممكن expected impact on the economic target variables وتوقعها على الأهداف بتاعتها. يبقى الـ forecasting economic shocks دي مهمة قوي، شوكس دي مهمة جدا. ايه اللي بيحصل؟ ان الجفرمنت ما بتعرفش توصل للكوانتيتيف تارجت ليفل بشكل اكيوريت، وبالتالي لابد انها تعمل تقيم الموضوع ده وتعمل فوركاست، تتنبأ بشكل مسبق او مسبق على الاون بوليسيز بتاعتها، وتقدر تعالج الايكونوميك فاريبلز بتاعتها. كمان اللينكيج بين التارجتس اند ايكونوميك انسترومنت، الاهداف، العلاقه بين الاهداف والادوات اللي احنا هنستخدمها. احنا عندنا ادوات مثلا في الفيزيكال بوليسي عندي التاكس اند جفرمنت اكسبندتشر، المونيتري بوليسي عندي الانترست ريت، الموني سبلاي، الاوبن ماركت اوبريشنز، كل الكلام دي انسترومنتس، دي ادوات. اللينكيج بين التارجتس اند انسترومنتس ار نوت از شارب، مش قويه قوي زي ما احنا متخيلين، از شارب مش قويه، مش مباشره، ماشي؟ وساعات اند ساعات بتحصل انها تبقى ضعيفه في التاثير، ولذلك ذا جفرمنت لابد انها تعمل اختيار الانسترومنت اللي هي الافيشنت انسترومنت، اللي هي الفعاله قوي عشان تحقق الايم او التارجت بتاعها. The government كمان is never certain of the precise quantitative impact of its monetary and physical policies مثلا على التارجتس بتاعتها، ما بتبقاش متاكده 100% على تاثير الامباكت بتاع المونيتري بوليسي اور فيزيكال بوليسي على التارجتس، سواء كانت التارجتس دي ان امبلمنت انفليشن او ليفل اوف انترست ريت او الايكونوميك جروث، الكلام ده كله ما هواش بيبقى نسبة تأكد 100%. الأوبجكتيفز الأهداف، لما بنيجي الأهداف بتاعت المونيتري بوليسي زي ما احنا عارفين إنها تحقق الإيكونوميك ستابلايزيشن، أو تستخدم الإنسترومنتس اللي هي الفيزيكال بوليسي اللي هي consists of money government expenditure and taxes، ماشي؟ اللي هي تعمل lower taxes او تعمل balancing government ميزانية متوازنة، لازم تستخدمهم عشان تحقق الاهداف بتاعتها، والاهداف كتيرة جدا هنشوفهم بالتفصيل. ان هو بتعمل تعالج الـ unemployment، الـ inflation rate، الـ economic growth، تعمل fair distribution of income، تعمل توزيع عادل للدخل، تحقق economic development، obtain the high level of economic development، كل الكلام ده دي عبارة عن objectives للـ physical policy. الـ efficiency، not only can we attack government policy in terms of inappropriate objectives، ما نقدرش نوصل لكفاءة ال government policy أو ال physical policy without inappropriate without appropriate objectives، لازم يكون عندي أهداف واضحة وصريحة، تمام؟ لازم تكون محددة بشكل واضح ومظبوط. ولكن ممكن ننتقد criticize the efficiency of government in either its provision of various goods or service or in the its handling of stabilization policies. ال government بتقوم بدورين، بتعمل دورين، انها تعمل provision of various goods and service، انها بتعمل عرض
وبتدينا بعض السلع اللي هي البابليك جودز، بتعمل بروفيجن اوف بابليك جودز بتعرضها، فممكن اقول والله ان الجفرمنت عندها مشاكل في البروفيجن او السبلاينج فور فيريوس جودز اند سيرفيس، ما بتقدرش تعرض السلع معينه. كمان ممكن اعمل كريتيسايز للجفرمنت من خلال انها هاندلنج اوف ستابيليزيشن بوليسي، من خلال انها بتحقق الاهداف الاستابيليزيشن بوليسي، السياسات بتاعتها سياسات مستقره او لا على المستوى الاقتصادي، هل الفيزيكال بوليسي بتاعتها مستقره ولا هل في انفليشن بيحصل، في ان امبلويمنت بيحصل، الايكونوميك جروث منخفض ولا لا. الافيشنسي من الحاجات الصعبه جدا ان احنا نحكم عليها، ماشي. It is relatively يعني when we can compare the production costs of certain goods and services، بتبقى واضحه الافيشنسي في الحاجات اللي فيها كوستز، يعني مثلا في جوه المصنع او جوه الشركه بتبقى واضح جدا الكفاءه، ان انا هعمل كومبير بتوين الكوستز اند البروفيت بتاعتها، وبالتالي هوصل لايه؟ هوصل للافيشنسي بشكل كبير فور في البرايفت ايه برايفت فيرمز. ولكن there are no private sectors competitors of the government، مفيش حد بينافس الجفرمنت، وبالتالي في كل السلع والخدمات بتاعتها، وبالتالي ده بيعمل الجفرمنت افيشنسي هارد تو ميك، ان احنا نوصل للجفرمنت افيشنسي بكفاءه. على عكس الفيرمز في البرايفت سيكتور، ان الفيرمز فيه كومبيتيتورز كتيره، فيه متنافسين مع بعض كتير. لما يكون في منافسه بالتالي هيحصل في الافيشنسي هتعلى. طب الجفرمنت ملهاش منافس، وبالتالي هتبقى صعب قوي hard to make efficiency for government. ومع ذلك بنحاول نعمل نوصل للموضوع ده للإفيشنسي، يعني من خلال بعض الايه بعض المعايير اللي او التقييمات اللي بنقدر نقيمها للايه للجفرمنت. لما بنبص على الايكونوميك ستابيليزيشن، وي ماست جادج the wisdom of the government، economic stabilization يعني الاستقرار الاقتصادي. لازم نوصل ان الجفرمنت use an appropriate policy mix. ليه مهم قوي؟ عشان الناس ما تفتكرش ان الفيسكال بوليسي هتعمل كل حاجه، ولكن عشان نحقق الاستقرار الاقتصادي لازم نستخدم appropriate policy mix، ناخد ميكستشر مزيج ماشي من البوليسيز بتاعتنا، فنقدر نعمل حاجات مع بعض كذا instrument او كذا tool at the same time we can use them to attain او نحقق ال economic stabilization. كمان decision about government efficiency ساعات are difficult to make، بنقول بتبقى صعبة جدا ان احنا نحققها، even assuming we know exactly what is the economic target where، حتى واحنا بنحقق ونحدد الايكونوميك تارجت بتاعتنا بتبقى صعب جدا، وي ستيل دونت هاف انف انفورميشن تو جادج جفرمنت افيشنسي، بيبقى لسه عندي معلومات ناقصه عن الايكونوميك افيشنسي. ولذلك لما اكون انا عاوز اعمل احقق هدفي في الايكونوميك تارجتس بتاعتها، جفرمنت ماست بي ايبل تو فوركاست، لازم تتاكد بنسبه 100% 100% accuracy the nature والماجنتيود والافكتس اوف hundreds of possible shocks to the economic domestic economic او اللوكال ايكونومي بتاعي during the policy. يبقى الحكومه عشان توصل efficiency عندها حاجات كتيره جدا لازم تعملها forecasting، لازم تتاكد منها، لازم تتاكد من طبيعه كل variable، كل حاجه في الدوله، الاسعار والسلع والانتاج والدخول، لازم انت تبقى عارفه معناها، تعرف الماجنتيود بتاعها، تعرف الحجم بتاعها والقيمه بتاعتها والكميه بتاعتها، كمان الافكتس بتاعها والتاثيرات بتاعتها واللينكس بتوين ذيس فاريبلز. لازم يكون ده عشان تقدر نوصل للافيشنسي، وده طبعا برضو عندي مجموعه كبيره من السلع، مجموعه كبيره من الادوات، فمجموعه كبيره من الدخول، بالتالي بتبقى من الصعوبه ان انا برضو اوصل للايه الافيشنسي. تمام، نيجي بعد كده what is the
physical A, what is the physical policy? الفيزيكال بوليسي has a lot of definition. احنا عندنا تعريفات كتيرة جدا من الفيزيكال بوليسي. اول حاجة ممكن يكون الفيزيكال بوليسي هي عبارة عن plan of for government spending. يعني ممكن نسمي الجفرمنت الفيزيكال بوليسي a plan ماشي for government spending and taxation. يعني هي الفيزيكال بوليسي هي خطة الدولة في الانفاق الحكومي اللي هو government spending او government expenditure and taxation. تمام؟ طيب ده التعريف، يبقى هي بتستخدم الحاجتين دول تو ايه؟ عشان تعمل ايه؟ تو ستير اجريجيت ديماند، عشان تأثر على الاجريجيت ديماند الطلب الكلي. ماشي؟ تأثر على الطلب الكلي، لأن الطلب الكلي أو الطلب الفعال ده اللي هو الاجريجيت ديماند هو اللي بيحقق لي الديزاير دايركشن أو الاتجاه اللي أنا عاوزه. يعني في عندي مشكلة بطالة، فهعمل ايه بطالة؟ يبقى عاوز أزود الاجريجيت ديماند. لو عندي انفليشن انقص الاجريجيت ديماند، عاوز ازود الايكونوميك جروث يبقى لازم ازود الاجريجيت ديماند، وهكذا بستخدمه تو ان دايركشن تو ديزايرد دايركشن. كمان ممكن اعرف الفيزيكال بوليسي انها انسترومنت او اداه اوف ديماند مانجمنت، هي اداه لاداره الطلب. تمام؟ يبقى ممكن، يبقى اول تعريف ان انا بستخدم في الجفرمنت سبيندنج وال جفرمنت سبيندنج تاكسيشن. تاني حاجه ات از ان انسترومنت اوف ديماند مانجمنت. طب عشان اعمل ايه؟ عشان اثر على الايكونوميك اكتيفيتي. ماشي؟ تو انفلونس ذا ليفل اوف ايكونوميك اكتيفيتي. ممكن اعرف اعرفها كمان انها ايه؟ انها الفيزيكال بوليسي كمان ممكن نورمالي applies to the use of a physical instrument to influence the working of the economic system. تمام؟ يبقى ممكن استخدم الادوات بتاعه الفيزيكال انسترومنت اللي هو يقصد بيها كلمه فيزيكال انسترومنت اللي هو يقصد بيها الجفرمنت سبيندنج برضه و التاكسيشن in order to maximize economic activity او maximize economic welfare. الفيزيكال بوليسي هي عبارة عن instrument to change the level of the level مستوى or timing ماشي or content of government expenditure. هي خطة. ماشي؟ هتلاحظوا كل هي كل التعريفات قريبة من بعضها، ان الفيزيكال بوليسي هي عبارة عن instrument عشان نغير فيها change the level مستوى او قيمة والتايمينج وتوقيت والكونتنت والمحتوى of government expenditure and the level of the level برضو والتايمينج والكونتنت of a of taxation. تمام؟ يبقى هي التحكم في الحاجات الثلاثة او معرفة الحاجات الثلاثة اللي هو الليفل والتايمينج والكونتنت للgovernment government expenditure and taxation. الفيزيكال بوليسي بتشير الى ايه كمان؟ بتشير الى الgovernment budget. government budget اللي هي الموازنه العامه للدوله او الموازنه الحكوميه، وبالتالي هي measures aimed primarily at changing income and employment in the short run. وبنعرف الاهداف بتاعتها في قصيره الاجل هو توزيع الدخل، التغير في الدخل income والunemployment. الفيزيكال بوليسي is a tool to control the government economic activity. هي أداة للتحكم في الايكونوميك اكتيفيتي كله. تمام؟ يبقى ده تعريفات مين؟ التعريف بتاعة الفيزيكال بوليسي. لذلك الفيزيكال بوليسي الانسترومنتس بتاعة الفيزيكال بوليسي دول هندرسهم بالتفصيل بعد كده بقى. عندي الفيزيكال بوليسي من خلال التعريفات بتنقسم لثلاث أنواع. النوعين الاولين هما دول المهمين جدا اللي هو الفيزيكال او الببليك اكسبندشر او الجفرمنت اكسبندشر او الجفرمنت سبيندنج هو الانفاق الحكومي جفرمنت سبيندنج. النمط الثاني او الجزء الثاني هو الببليك ايه الببليك تاكسيشن او تاكس والتاكسز اللي عباره عن الضرايب. الجزء الاخير ده هناخده في جزء منفصل تماما بالتفصيل يعني اللي هو الببليك ديت او الدين العام.
اداره الدين العام. تمام. البابليك اكسبندتشر او الجفرمنت اكسبندتشر ده بنقصد بيه ايه؟ مش بس اللي تشينجينج في الكوانتيتي اوف ذا اكسبندتشر، مش بس التغير في كميه الانفاق الحكومي، لا، the nature of expenditure كمان، the nature of expenditure. the nature of expenditure طبيعته، انا بنفقه على سلع استهلاكيه consumption goods، ولا سلع industrial goods سلع صناعيه، توجيهه طبيعته. ماشي، انفاق، بدي grants، بدي منح، بدي subsidies، وده انفاق حكومي، كل ده انفاق حكومي، نوعه النيتشر بتاعته. كمان التايمينج اوف اكسبندتشر، توقيته مهم جدا، توقيت الانفاق الحكومي. انا ممكن اعمل انفاق حكومي في وقت عندي انفليشن فيزيد الانفليشن بشكل كبير، فلازم التايمينج بتاعه مهم جدا. البابليك ريفينيو او الايراد العام اللي هو البابليك تاكسيشن او البابليك ريفينيو اللي هو الايراد، يعني دي موازنه، ما نقصدش بيها برضه الكوانتيتي اوف تاكس بس، مش قصدي الضرايب بس، قيمه الضرايب او حجم الضرايب بس، ولكن نقصد بيها كمان النيتشر اوف ذا تاكس، الضرايب بتاعتي دي بتفرض على سلع ايه؟ سلع استهلاكيه ولا سلع صناعيه ولا سلع ضاره بالصحه ولا، واذا كمان وكمان الايه؟ ليه الجفرمنت تشوز انكريز ذا انكم فروم وان ريسورس تو انذر، وازاي الحكومه عندنا ريفينيو كتير، عندنا تاكسز ده نوع من ضرايب، عندنا الاقتراض ده نوع من الريفينيو، دي الجزء الاساسي منها هو الضرايب. طب انا عاوز لو في الضرايب مش مكفيه بلجا للاقتراض او بلجا لاصدار سندات، الكلام ده كله. طيب انا اختار انه في البابليك ريفينيو، اختار انه اداه عشان اكمل بيها ازاي، هاو تو تشوز ماشي تو انكريز ذا انكم فروم ذا اذر ايه اذر سورسز. البابليك ديت هو لما الجفرمنت تشوز تو جيت فاندز فروم بوروينج، ماشي، وهي نوع من بتعمل اصدار في سواء اصدار في الناشونال ماركت، اصدار تعمل ايشو فور بونز، تعمل اصدار للبونز للسندات في الناشونال ماركت او الانترناشونال ماركت، يعني ممكن تقترض من الدوميستيك ماركت او الناشونال ماركت اللي هو الاقتراض من السوق الداخلي، وممكن كمان تعمل ايه؟ تعمل انها تقترب من الانترناشونال ماركت. اهداف الايمز اوف فيزيكال بوليسي، اول هدف هو البرايس ليفل ستابيليزيشن او البرايس ليفل ستابيليتي، استقرار المستوى العام للاسعار، ويقصد بيه الانفليشن. يعني البرايس ستابيليتي بنقصد بيه ان استقرار الاسعار عشان تو فايت انفليشن، عشان نحارب بيه الانفليشن، يبقى انا قصدي بالبرايس ليفل استابيليتي ان احنا نقدر نحارب الانفليشن. وما اقصدش ان انا، خلوا بالكم ان البرايس ليفل استابيليتي doesn't mean that the change in the price level will be zero. مش معنى كده ان هوصل بالبرايس ليفل او التشينج ان برايس ليفل تو زيرو، لا، خلي بالكم. But in the real world when that change in the price level is around 3 or 4%، من 3 إلى 4% ممكن تغيير ده، او ده بنقصد بيه البرايس ليفل ستابيليزيشن. اما يوصل لزيرو، لا، مش هيوصل لزيرو، التغير في الاسعار مش هيوصل لزيرو، زي ما الفول يوتيلايزيشن او الفول فول امبلويمنت، توظف الكامل، هل يعني ان الان امبلويمنت يساوي زيرو؟ لا، معناها ان الفول امبلويمنت او الان امبلويمنت ايكوال 3 تو 4% تقريبا، 5% مقبوله جدا. النقطه الثانيه ان البالانس اوف بيمنت بوزيشنز، ان انا نعمل امبروفنج في البالانس اوف بيمنت بوزيشنز، ونعمل ريديوس بالانس اوف بيمنت ديفيسيت، ونقلل العجز في البي او بي دي، يعني الميزان المدفوعات. فالهدف ان انا اعمل ريديوس البالانس اوف بيمنت ديفيسيت، والبالانس اوف بيمنت انتوا عارفينه ودرستوه تقريبا، از ريكورد فور اول ايكونوميك اند فاينانشال ترانزاكشنز with the foreign world، ان انا بسجل كل المعاملات بتاعتي مع العالم الخارجي، تجاره سواء في سلع وخدمات بصدرها واستوردها، وسواء كان حاجات ماليه
سعر فايده، ديون، اقتراض، الكلام ده كله بسجله في البالانس اوف بيمنت. الهدف النهائي ان الميزان ده يكون عندي متوازن، او لو كان في ديفيسيت اعمل ريديوس ذيس ديفيسيت. نمبر 3، فول امبلويمنت فور ذا ايكونوميك اليمنتس، ان انا استخدم العناصر اللي موجوده في الدوله عندي بشكل فول امبلويمنت. تمام. There are many types of optional unemployment. انتوا عارفين الـ unemployment ليها كذا كذا نوع. في عند الـ structural unemployment، حاجة اسمها الـ structural unemployment. ماشي. وده بيحصل نتيجة للـ change in the structure of demand or production in the economy. ده بسبب بطالة هيكلية، بيحصل تغيير نتيجة لتغير في الـ aggregate demand أو الـ production، نمط الإنتاج في الدولة. يعني نمط الانتاج في الدولة بيحصل ان انا محتاج مهندسين وبقلل من العمالة معينة يعني، فما بقى استخدمهمش، فده بسبب الديماند تتغير او البرودكشن بتاعي اتغير. كمان some people lose their jobs and بسبب ايه؟ الفراكشنال ان امبلمنت. في بعض الناس بتفقد بسبب الفراكشنال ان امبلمنت او البطالة الاحتكاكية، اللي هي بتكون الاحتكاكية دي البيريود بتوين ليفينج ذا ورك اند فايندينج ا نيو work. الوقت اللي بتسيب من تسيب شغل لحد ما تلاقي شغل جديد بتقعد شهرين ثلاثة أربعة دي بتدور على شغل لحد ما تلاقي شغل، فهو ده عبارة عن الـ fractional unemployment. تمام. الـ two types اللي هم الـ fractional unemployment and الـ structural unemployment، ده بنسميهم natural unemployment. يعني structural plus natural structural plus fractional unemployment ده بيساوي natural unemployment. Employment. بيتفضل عندي الـ actual الفعلية بقى، البطالة الفعلية اللي احنا بنستخدمها ايه؟ الـ actual rate of unemployment be equal the rate of natural unemployment plus the ratio of compulsory unemployment أو البطالة الإجبارية، هو ده الـ actual rate of unemployment. يبقى بيساوي natural plus الـ compulsory unemployment. ودي يعني بنشوفها مع بعض بمثال، نحسبها ازاي بمثال رقمي. الانكم ديستريبيوشن، احنا عاوزين نوصل للجاستس ان انكم ديستريبيوشن، عاوزين نوصل لعداله توزيع الدخل. ذير ار تو تايبس اوف ايكواليتي، عندنا نوعين من الايكواليتي، الفيرتيكال ايكواليتي والهوريزونتال ايكواليتي. يعني عندي نوعين من الاثنين من التوزيع العادل، يا اما اوزع توزيع راسي يا اما توزيع افقي. الفيزيكال بوليسي تراي تو اتشيف اونلي ذا فيرتيكال ايكواليتي، خلي بالك الفيزيكال بوليسي بتحاول تحقق الفيرتيكال ايكواليتي او الفيرتيكال ايكويتي عشان تقدر تبقى متوازنه او في عداله في توزيع الدخل. يبقى انا عندي نوعين من التوزيع اللي هو الافقي والرأسي. الأفقي والرأسي الحكومة بتهتم ب ال vertical equity، ال vertical equity أو التوزيع الرأسي. كمان ال government بتحاول توصل لل high level of from economic development، بتوصل لل government عاوزة تستخدم ال expenditure and taxation عشان تعمل إيه؟ عشان to finance development project، عشان تعمل مشروعات تنموية. وديا الهدف بتاعها انها توجه باستخدام government expenditure and taxes توجه البوليسي to orient the instrument to the desired area، للمناطق اللي بيها ما بيروحهاش القطاع الخاص. يعني شيء الحكومة شايفة ان في حاجات مهمة جدا للتنمية القطاع الخاص طبعا ما بيبلش عليها، فهي بتحاول تستخدم government spending and taxation عشان تعمل ايه؟ تعمل orientation، تعمل توجه للناس ان هم يروحوا مجال معين للاستثمار، سواء انها تدي اعفاءات ضريبية فالاستثمار القطاع الخاص يروح يشتغل في الصناعة دي او في المكان ده، فبتعمل تنمية في المنطقة دي، او تستخدم government spending انها هي اللي تعمل تروح تعمل وتنشئ جامعات او تنشئ مصانع في منطقة صحراوية، فيجي الناس الخدمات وتوصل خدمات، فالناس يبداوا يحصل، فتحصل ايه؟ ان احنا ناخد اوبتين هاي ليفل اوف ايكونوميك ديفلوبمنت، نوصل لمرحله كبيره جدا من الايكونوميك ديفلوبمنت.
كمان ممكن نوصل من الاوبتين ايكونوميك ريسورس افيشنسي، ان انا استغل المصادر بتاعتي او الموارد بتاعتي افضل استغلال ممكن، وعشان تو اتشيف ذا اوبتيمال الوكيشن اوف ريسورس، عشان اعمل توزيع عادل للدخل. تمام، ده الاهداف بتاعت الايمز اوف فيزيكال بوليسي. الجزء الاولاني كان عباره عن انترودكشن، عرفنا من خلاله معنى الفيزيكال بوليسي، الايمز اوف فيزيكال بوليسي، الاوبجكتيفز اوف فيزيكال بوليسي، سم بروبلمز اباوت فيزيكال بوليسي، بعض المشكلات المتعلقه بالفيزيكال بوليسي. المره الجايه ان شاء الله هبدا نتكلم بالتفصيل عن هاو تو يوز ذيس انسترومنتس، ازاي نقدر نستخدم الادوات دي، ونفهم شويه عن الاجريجيت ديماند، وهاو الاجريجيت ديماند بيعمل ستير فور ايكونوميك اكتيفيتي، ونعمل نحفز بيعمل انديوز للايكونوميك اكتيفيتي. المره الجايه ان شاء الله نكمل مع بعض، ونشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.